السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنحل نموذج لامتحان الميد ترم لسنة رابعة ابتدائي على أول 2 units. أول سؤال عندنا الـ listening. احنا هنسمع المدرس بيقول لنا عن حاجة واحنا هنحط علامة اللي هي الدايرة عليها، تمام؟ فاحنا دلوقتي هنسمع مع بعض. أول حاجة cake. cake cake. تاني حاجة duck. duck duck. تالت واحدة bin. bin bin. رابع وآخر سؤال tree. tree. تمام. أول سؤال عندنا cat يعني قطة وcake. طيب احنا سمعنا cake اللي هي كيكة، يبقى cake، تمام. تاني سؤال duck اللي هي البطة، loot اللي هو العود، تمام. احنا سمعنا duck يبقى هنعلم على duck. تالت سؤال bin اللي هي سلة القمامة، و mine اللي هي حاجة بتاعتي أنا، تمام. فاحنا سمعنا bin فعلمنا عليها. اخر واحده pen اللي هو قلم، وtree اللي هي الشجره، فاحنا سمعنا tree فعلمنا على الشجره. تاني سؤال عندنا listen and complete with one word، يعني احنا هنسمع حاجه وهنكملها بكلمه واحده. اول سؤال عندنا he نقط sunscreen. he has sunscreen. he has sunscreen. تاني جمله what نقط is it. What color is it? What color is it? What color is it? معناها هي لونها ايه؟ تمام؟ تالت واحدة It's over there. It's under the desk. It's over there. It's under the desk. It's over there. It's under the desk. معناها هي هناك اهي، هي تحت الترابيزة. whose نقط is this. whose bag is this. whose bag is this. whose bag is this. يعني شنطة مين دي. احنا كده خلصنا اول سؤال. تاني سؤال عندنا الريدينج. احنا اللي بنقرأ واحنا اللي بنحل مع نفسنا، مفيش حد بيقول لنا اي حاجة. تالت سؤال عندنا read and write true or false، يعني صح او خطأ. احنا هنقرأ الجمل دي ونبص على الصورة ونشوف الكلام اللي في الصورة، الحاجات اللي في الصورة دي تنطبق على الكلام اللي مكتوب ولا لا. نشوف بقى مع بعض. there is some snow. there is some snow يعني في شوية تلج. طيب احنا شايفين شوية تلج هنا؟ مش شايفين، تمام. يبقى الإجابة false. the girl is eating. the girl is eating يعني البنت بتاكل. اهي البنت، يعني مفيش بنت غيرها وهي بتشرب اصلا، فهي مش بتاكل. يبقى الاجابه برضو ايه؟ تمام، false. برافو عليكو. there are 9 trees. there are 9 trees. في 9 اشجار. احنا شايفين الشجره اهو، نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام، يبقى كل دول فعلا 9. مظبوط، يبقى there are 9 trees. صح، في فعلا 9 اشجار. يبقى الاجابه true. the man is on the boat. الراجل على القارب، المركب. صح، هو فعلا الراجل اهو على المركب. يبقى الاجابه صح، يبقى true. تمام كده. السؤال الرابع read and circle the odd one، يعني اقرا واعمل دايره على الكلمه المختلفة. طيب أول سؤال عندنا river mountain bushes وكي. طيب أولا الريفر ده اللي هو النهر، والماونتين ده اللي هو الجبل، والبوشز دي اللي هي شوية كده حشائش صغيرة مكونة شجيرات صغيرة، تمام. وكي اللي هو المفتاح. تفتكروا ايه هي الكلمة المختلفة اللي المفروض ما تبقاش موجودة؟ تمام، كي. طيب تاني واحدة
bats, rats, girls, crabs. طيب bats يعني وطويط، rats يعني فران، girls يعني بنات، وcrabs يعني كابوريات. كل دول حيوانات، بس دي بني أدمة تمام، أو دول بني أدمين، فدي أكيد الكلمة الأود تمام، وأود يعني مختلف. عندنا تالت سؤال، sand beach drop sea. sand يعني رمل، رمال، حاجات كتير تمام. beach يعني شاطئ، برضو في رمل كتير وبحر وكده. drop يعني نقطة صغنونة كده، حاجة صغنططة كده تمام. sea يعني بحر واسع كبير جدا، فاهمين؟ فيبقى sand كده حاجة كبيرة، و beach نفس الكلام، و sea نفس الكلام، يبقى drop هي الحاجة الوحيدة اللي مش مظبوطة في الموضوع، أكيد drop هي الأرض. رابع حاجة وآخر حاجة snack تمام. snack يعني اللي هي الوجبة الخفيفة اللي ما بين الأكل والتاني. cold يعني يشعر بالبرد تمام، حد حاسس ان هو بردان. hot يعني حد حاسس ان هو حران. hungry يعني حد حاسس ان هو جعان تمام. يبقى كل دول صفات تمام، الا دي وجبة تمام، فيبقى الكلمة الأود هتبقى snack. السؤال الخامس، choose the correct answer from A, B or C. يعني هنختار الإجابة الصحيحة من A, B أو C تمام. أول سؤال what's not تمام، what's this ولا what's these ولا what's those. طيب what's يعني إيه أصلا، what is تمام، ف what is يبقى هنتكلم على حاجة مفرد. طب these و those، these للقريب بس الجمع تمام، و those للبعيد بس الجمع برضو. this للقريب تمام، والتانية بتاعتها برضو للقريب المفرد that، بس احنا عندنا this، يبقى what's this تمام، يبقى الإجابة هتبقى this تمام. رقم اتنين، do you not any soap، يعني انت عندك اي صابون. طيب احنا هنختار اني واحدة فيهم، do you has any soap ولا do you have any soap ولا do you had any soap، يعني انت عندك اي صابون. بصوا احنا نختار بقى بناء على ايه. اول حاجة ما ينفعش نحط has لان في you تمام، بس ممكن نحط have او had عشان في you تمام، بس do دي present يعني مضارع، فنختار have. do you have any soap هي الاجابة الصح. don't not the letter use the pen، letter اللي هي الزبالة تمام، قمامة تمام. use the pen اللي هي استخدم صندوق الزبالة تمام. don't مش هينفع تاخد drops لانها امر، بس ممكن تاخد drop، don't drop تمام، يبقى don't drop the letter use the pen، ومش هتاخد dropped علشان دي dropped في الماضي. I have not carrots. I have يعني أنا عندي، ما ينفعش أقول أنا عندي ولا جزر تمام، وبعدين جزر كمان جمع فمش هينفع خالص. I have not carrots. one ما ينفعش برضو لأن carrots جمع تمام. I have some carrots هي الإجابة الوحيدة اللي تنفع، يبقى أنا عندي شوية جزر. السؤال السادس، look and answer the questions، يعني انظر وحل الإجابات. احنا هننظر على ايه؟ هننظر على الساعة وعلى السان سكرين وعلى الحاجات الصور اللي موجودة عندنا. what time is it يعني الساعة كام. it's 2 o'clock يعني الساعة 2، اهي الساعة 2 تمام، يبقى it's 2 o'clock. what do you have انت معاك ايه، هتبقى I احنا شايفين سان سكرين قدامنا اللي هو واقي الشمس، يبقى I have sunscreen. Where do you drop the letter؟ انت بترمي القمامة فين؟ I drop the letter، واحنا شايفين قدامنا بن تمام، صندوق زبالة، يبقى هنقول I drop the letter in the bin. Are there any trees؟ يعني هو في اي شجر؟ Are there any trees؟ فاحنا هنقول yes there are 5 trees. اخر حاجة عندنا الرايتنج تمام. السؤال السابع، look and write 3 sentences. احنا هنبص هنا وهنكتب اي 3 جمل احنا عايزينها، اي حاجة تمام، بس انا اخترت الجمل دي. they are
in the park. هما في الحديقة. The girl has a bag. البنت معاها شنطة، هي لابساها. The woman wears a hat. الست لابسة طاقية. طيب أنا ممكن أقول إيه غيرهم؟ The girl is running مثلا، أو the deer اللي هي الغزالة is running برضو. The girl is smiling أو they are smiling، تمام، عشان كلهم بيضحكوا. آخر سؤال معانا، السؤال الثامن. Punctuate the following، يعني هنعمل علامات الترقيم للحاجات اللي جاية دي. ايه هي علامات الترقيم؟ ان احنا نكبر اللاترز، الحروف اللي المفروض ان هي تبقى كبيرة، تبقى capital letters يعني، ونحط فاصلة او نحط نقطة، تمام. are عادل and ايمن sitting on mats، يعني هو عادل وايمن قاعدين على سجاد. احنا مش مهم بالنسبة لنا الترجمة، احنا مهم البنكتويشن. اول حاجة لازم نعرفها ان الكلمة اللي في اول الجملة لازم تبقى ايا كانت capital letter، يبقى R هتبقى capital letter، تمام. ال A، طيب اي اسم برضو في الجملة لازم يبتدي بكابيتال لتر، هتبقى A في عادل و A في ايمن. نعرف ان دي جملة استفهامية، فلازم يكون في الاخر question mark، يعني علامة استفهام. يبقى are عادل and ايمن sitting on the mats، وشكرا. واللي عنده اي سؤال يقدر يسألني في الكومنتس وانا هجاوب عليه على طول، وياريت نحل أسئلة كتير ونماذج امتحانات كتير. واللي عنده برضو أي سؤال في النماذج يسألني وأنا هرد عليه على طول. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.